السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الأول الابتدائي. معانا يونت 4 شيبز، الأشكال. بيج صفحة 25. طبعا احنا عرفنا ان الدرس فيه اهداف. لسن، اسمع وكرر، اسمع وشاور، واسمع وحط الارقام بتاعت الاشكال في الصورة. طيب، اول حاجة كده انت هتسمع وهتكرر. listen and repeat. اسمع وكرر. circle, heart, star, square. circle دائرة، heart قلب، star نجمة، square مربع. طيب هنا circle هنشاور عليها في الصورة، اي heart القلب هنشاور عليه في الصورة. لازم تشاور بصباعك في الصورة. فين القلب هنا عندنا؟ هتعمل بصباعك كده لحد ما توصل للقلب في الصورة. طيب مش شايفين قلب، خلاص. ستار النجمة فين؟ اهي. سكوير المربع، المربع اهو، ده مربع، ده مربع. ايه بعد كده؟ هنكتب الارقام عندنا. سيركل الدائرة اهي، هتبقى 1. هارت او ستار نجمة 2، ها سكوير المربع رقم 3، 3. هنكتب هنا 3. يبقى احنا اتدربنا، سمعنا ورددنا، سمعنا وشاورنا، شفنا الكلمة هنا وشاورنا عليها. نيجي بقى ازاي نعمل ايه؟ نقرأ الكلمات بطريقة التأسيس في القراءة. طيب احنا هناخد حرف الايه؟ السي. السي لما يجي وراها اي، السي هيبقى نطقها س زي الاس. الار عرفنا نطقه ر. السي لما يكون وراها ال بيكون نطق السي زي الكي. يبقى هنيجي عند السي دي ونقراها ك. ليه؟ علشان وراها ال. طيب الاتش نطقها ازاي؟ ه. الار ر. التي ت. الاس التي ت. الار ر. الاس س. الكيو زي الكي ك. اللي الاير ار ر. يلا من الاول كده، هنيجي عند السي وهنطلع صوتها س. قلنا ليه؟ علشان بعضيها اي، انما السي اللي بعضيها ال يبقى نطق السي زي الكي. يبقى السي بعضها اي س. هنوصل للاي وهنحرك بقنا، عارفين ازاي؟ كده. يبقى هنعمل ايه؟ سي سي ها رر. ها السوي كان صوتها ايه؟ هنطلع صوتها اللي هو زي الكي. يبقى سي رر ك ل. سي رر ك ل. سيركل. طيب الاتش زي الها. ها هنيجي عند الاي والاي، هنقولها ازاي؟ هنفتح بقنا كده. الاي والاي هتفتح بقنا كده، شايفين كده؟ يبقى ها ها كده. هنطلع الصوت ونروح فاتحين بقنا كده، ها صوت عالي كده، ها صوت طويل، ها. ما انت لما تفتح بقك كده الصوت اللي بيطلع من الاتش زن ما بيسكتش، مستمر. ها أول ما نوصل عند الـ R نطلع صوتها اللي هو R. يبقى ها ر ت. خلاص الـ S
طلعنا الاس وطلعنا صوت التي. صوت التي بيقف بيرجع، بعد كده نفتح بق، نعمل حركة لبقنا. فاكرين لما قلت لكم الاي وراها ار بتعمل ايه؟ اه، يبقى خلاص هنفتح بقنا كده اه بعد صوت التي، يبقى ست اه ست اه ستار. الاس الكلمة دي بقى س. قلنا الكيو زي الكي هنا سك. اليو والاي بنطقها ازاي؟ و خلاص. الاي اللي في الاخر ما بتطلعش صوت، عشان كده باجي عندها وقف. يبقى تاني سكوي سكوير. خلاص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.